يا أولاد يا أولاد يا أولاد، تعالوا 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 تعالوا، اسمعوا شو. اتركوا هذه الشاشات، اتركوا هذه الشاشات، وأنتم يا مستمعون اسمعوا إلى هذا الكلام الخطير. خبر بسيط يقول إن طالبة عربية في 13 من العمر سجلت شريطا إباحيا على الهاتف مع طالب في 15 من العمر. والأم عندما علمت ماذا قالت؟ قالت إن ابنتها تحب تقليد الفنانين والفنانات الذين تراهم في الأفلام والقنوات التي تزدحم بها شاشات الفضائيات العربية. وهذه هي المأساة. يقول الدكتور خليل فاضل: تلقيت مكالمة هاتفية من أم مدعورة تصرخ قائلة: آه والله يا دكتور، ولدي الآن فعل فعلته وهو صغير، لم يتعد العاشرة، كيف لما يبقى في الإعداد يعمل إيه؟ انتبهوا أيها المستمعون، ولعلكم عرفتم ما حدث، وهو أن ابنها أمسك بولد آخر وعلقه من قميصه على الشماع، ثم أنزله وشرط وجهه بقلم رصاص وكأنه موسى. وهذا بالطبع سيناريو لمشهد طبق أصله في إحدى ألعاب الفيديو جيم، ولما ترك الولد تلك الألعاب بعد المعالجة هدأ واستقرت حالته. هذه صور صارخة تبين مدى تأثر أطفالنا بهذه الإلكترونيات والفضائيات. عرضت شبكة التلفزيون الأمريكي NBC تمثيلية يداهم فيها الإرهابيون المجرمين ركاب إحدى إطارات الأنفاق ويقتلون أحد هؤلاء الركاب، فإذا بأحد الصبية يقتل مخبر شرطة في إحدى قطارات الأنفاق بالطريقة نفسها التي شاهدها على الشاشة. وفي فرنسا، في فرنسا قامت إحدى الطالبات مع صديقها بقتل 5 أشخاص خلال 25 دقيقة تشبها ببطل فيلم مشهور في العالم ويشاهد عندنا مقاتل بطبيعة. وفي مصر، هرقل التلفزيوني يشنق الطفل المصري، طفل 10 سنوات اتفق وصديقه على تعليق نفسه في سقف الحجرة من رقبته. اسمع، انا بحط الحبل في حلقي وانت تجي تقطع الحبل بالسيف، خلاص. ووضع المجني عليه رقبته في المشنقة ولم يحضر هرقل لينقذه، فمات الطفل خنقا وامرت النيابة بدفن الجثة. اذا الاطفال يقلدون ما يشاهدون. وقد كشف الاستفتاءات الكثيرة ان 50% من الاطفال الذكور والاناث قد اجابوا بنعم على سؤال: هل تقلد احيانا ما تراه في الشاشة؟ فاجاب النصف بنعم. اطفالنا بين الالكترونيات والفضاء. المتهم الجديد ان العاب الفيديو هي المتهم الجديد في تأطير القتل والإجراء. هذه رسالة للداخلية. الارهاب النائم، اذ انتجت الشركات فيلما فيه مجازر وقتل بيع منه اكثر من 20 مليون نسخة. بيعت لمن؟ للاطفال طبعا، لاطفال. اذا هذه البلاي ستيشن، نعم هذه البلاوي ستيشن مطلوبة لدى الداخلية، لان معظم هذه الالعاب تعتمد اعتمادا مباشرا على فكرة الجريمة والقتل والدماء، ويكفيك منها اسماؤها: ليلة العفاريت، روبي اكل اللحوم، ويكثر فيها ايضا اشاعة الصور العارية. ولكن قد يقول قائل انها مجرد العاب بريئة، ولكنه في الوقت نفسه تدريب للاطفال على فنون الجريمة وإلفة الفساد وقيادة عصابة المافيا، تدريب على أشكال الاغتيالات وأعمال القناصة بشكل مشيش. وما زلنا نصرخ بأعلى أصواتنا: الأطفال يقلدون ما يشاهدون، يقلدون ما يشاهدون، يقلدون ما يشاهدون. لقد أصبح المجتمع البريطاني في إحدى الأيام على حدث مروع إثر قتل مراهق صغير صبيا بالفأس والسكين تقليدا لما يراه في البلاي ستيشن، وبدأها كلعبة. هذه الألعاب علمت الأطفال القتل والإجرام، بل هناك عشرات الألعاب التي تنتجها التكنولوجيا المركبة بدون أي مراعاة للعقول والآداب والقيم. مثال ذلك لعبة النايت تراب التي تصور مصاصي الدماء يتتبعون 5 نساء ينتهكونهن ويحفرون في رقابهن حفرا بأداة كهربائية، ثم يعلقونهن كالذبائح من أسفل لأعلى. أهذا ما نشتريه بأموالنا لنغذي به عقول أطفالنا؟ يا أولاد تعالوا، إيش أحسن شيء رأيتموه؟ إيش أحسن شيء شفتوه على الشاشة؟ أحسن شيء شفته يوم إن البطل يعذب الشرطي. أحسن شيء شفته إن البطل يعذب الشرطي. أحسن شيء شفته إن البطل يعذب الشرطي. هذا يعلم أطفالنا قتل الشرطة وقتل رجال الأمن والاستهزاء والاستهانة بهم، وموجود هذا الشرير الأسوأ، وهذا هو الخطير. الأب يضعهم أمام هذه الأشياء وينصرف. هذا هو الخطير. أنترك أبناءنا للألعاب والفضائيات؟ هذا هو الخطير. يستادنا بالعلم ما عاد شاف. هذا هو الخطير. من يوم شفت الدش ضاعت علومك. هذا هو الخطير. أسهر عليها الليل كله ولك. هذا هو الخطير. نايم أقضي في حالات اللزوم، ما غير أقلب بين قنواتي ولف، واليا لقيت الفيلم غاية نعومي، فيلم من بلج بالإثارة مزخرة، وجلسات طرب وأشكال
وجدي هموم. مالي ومال العلم أف على أف، لا حل طار العلم سبديت حماي. يا استاذ الحصة أثقلتني خاف، النص من كثر بشقق هدومه. أبناؤنا يعيشون فراغا عاطفيا خطير بسبب إهمال آبائهم لهم. هذا هو الخطير. كلوا واشربوا وادرسوا وأتوا بالتقدير الامتياز، عندكم هالقناة وعندكم هالكمبيوتر. سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. أماني داو البنوة لما فقدت الأبوة، أذاني داو البنوة لما فقدت الأبوة. أنا اليتيم وعندي أب وأم وإخوة، أب وأم وإخوة. أبي يهب صباحا كمن يهب لغزوة، ماذا يضير أبانا لو غادر البيت ضحوة. يطير شرقا وغربا وراء كسب وثروة، أو ربما غاب عنا مطاردا طيف شهوة. فلا نصائح تهدى، نصائح الآب حلوة، وما لنا من أبينا إلا طعام وكسوة. وينادي وأين أين الأبوة، ينادي بشكل مبكي وراعف بالحزن عن من يوجهه لما فيه خيره وصلاحه في الدنيا والآخرة. لما فقدت الأبوة فأين أين الأبوة، فأين أين الأبوة. الهجرة، الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم أطفالنا أطفالنا أطفالنا, أطفالنا بين الإلكترونيات والفضائيات. بحث قيم يكشف الآثار السلبية للفضائيات والإلكترونيات وسبل تجنب تلك الآثار. لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد، أستاذ التوجيه والعلاج النفسي بجامعة الإمام بالقصيم، والمشرف العام على مركز وموقع حلول للاستشارات النفسية والتدريب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أبناؤنا بين الإلكترونيات والفضائيات، أو بين الألعاب الإلكترونية والقنوات، أيها الإخوة، خبر بسيط يقول إن طالبة عربية في 13 من العمر سجلت شريطا إباحيا على الهاتف مع طالب في 15 من العمر، ثم وزعته في اليوم الثاني على زميلاتها في الصف الأول المتوسط، متباهية بأن هناك من يحبها وتحبه، وأنهما اتفق على الزواج، لذلك تعتبر ما تفعله أمرا عاديا. ليس الخبر الخطير هنا، بل الخبر الخطير حينما نقشت الأم، علم أن الأم عندما أبلغت بما حدث قالت إن ابنتها تحب تقليد الفنانين والفنانات الذين تراهم في الأفلام والقنوات التي تزدحم بها شاشات الفضائيات العربية وغير العربية، لذلك لا نستغرب منها، تقول الأم، لذلك لا نستغرب من ابنتي أن تفعل ما فعلت، تقولها ببرود نعوذ بالله من ذلك، وتطالب الأم المدرسة بعدم معاقبة ابنتها، لأن المسؤولية تقع على الفضائيات وشركات إنتاج الأفلام والمسلسلات. وأسوأ ما في تفكيرنا أن ننسى أن مسؤولية، يقول الناقل في جريدة الوطن الأثنين 28 شوال 1424، طبعا عندنا هذه الحدث وهذه القصة، وأسوأ ما في تفكيرنا أن ننسى أن مسؤولية الأسرة في تربية الأبناء كبيرة وتسبق أي مسؤولية أخرى، خاصة في زمن الآفاق المفتوحة والفضائيات التي بدأت تتداخل فيها الثقافات. يقول الدكتور خليل فاضل، وأنا أكتب هذا المقال، كتب مقالا جميلا اسمه إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية، بحث جميل أرى أن ترجع إليه، وأدخل معرف دكتور خليل فاضل. يقول الدكتور خليل فاضل، وأنا أكتب هذا المقال،
تلقيت مكالمة هاتفية من أم مدعورة تصرخ قائلة: ابني، باللغة المصرية، اترفت أو اترفت، يعني سقط أو وقع في مشكلة. آه والله يا دكتور، ولدي الآن فعل فعلته وهو صغير، لم يتعد العاشرة، كيف لما يبقى في الإعدادي يعمل إيه؟ يروح للسجن أو ماذا؟ وعند الوعد المحدد جاء الطفل مع أبويه، كان شقيا كما يقولون. نعم، تدخلنا طبيا وعلاجيا وسلوكيا، كان التقدم بسيطا. كانت هناك حلقة خفية كشفتها الأم بسرعة عند سؤالها، فالولد يقضي ما يقرب من 6 ساعات كاملة أمام البلاي ستيشن، أي الفيديو جيمز أو غيرها من ألعاب إلكترونية، يضرب ويقتل ويدمر. الشكوى التي اشتكتها الأم الذي كان وراءها الفعل العنيف أن الولد أي ابنها أمسك بولد آخر وعلقه من قميصه على الشماعة، ثم أنزله وشرط وجهه بقلم رصاص وكأنه موسى. سيناريو لمشهد طبق أصله في إحدى ألعاب الفيديو جيم، ولما ترك الولد تلك الألعاب بعد المعالجة هدأ واستقرت حالته. أيضا أيها الإخوة، إليكم هذا الحدث. يذكر أن والد طفل أراد الذهاب لأمر وترك ابنهما في البيت لوحده، وقد كانت هناك مشاكسة قبل الذهاب، فغضب الطفل. فلما ركب والد الطفل السيارة وجد ضوء الإنذار مضيء كدلالة على خلل معين. فلما تكشف الوضع الأب وجد أن سلكا قد قطع، وأثر القطع يبين أنه بسكين لا من نفسه. فلما استخبر الأمر اعترف الابن بأنه هو من فعل هذا، وكان يريد أن يقطع سلك فرامل السيارة انتقاما منهما لأنهما سيتركانه وحده. ولما سئل كيف حصل على هذه الطريقة الذكية أخبرهما أنها من إحدى الرسوم المتحركة، إلى غير ذلك من الأشياء. بل يذكر أن أبا أمر ابنه بأن يذهب بساعته لمهندس الساعات، فرفض الابن وأصر على الرفض وبكى وولول. فلما بكى وولول كأن الأب رأى رسالة معينة وأراد أن يسأل ابنه بإلحاح، فسأله: لماذا لا تذهب يا ابني إلى المهندس مهندس الساعات؟ فقال الابن: إن المهندس أحدب. قال الأب: وإن كان؟ قال: لا، فقد رأيت رجلا شريرا أحدب مثله في إحدى الأفلام، وقد نال من الآخرين سوءا، فأخاف أن ينال مني سوءا. كذلك أيها الإخوة، ذكر بعض الباحثين وبعض الكتاب الراصدين أن هناك بعض النماذج والصور الصارخة التي تبين الأثر الواضح والخطير لمشاهدة الألعاب والإدمان عليها أو القنوات والأفلام والرسوم المتحركة. فمثلا في أمريكا عرضت شبكة التلفزيون الأمريكي NBC تمثيلية يداهم فيها الإرهابيون من المجرمين ركاب إحدى قطارات الأنفاق ويقتلون أحد هؤلاء الركاب، فإذا بأحد الصبية يقتل مخبر شرطة في إحدى قطارات الأنفاق بالطريقة نفسها التي شاهدها على الشاشة. أيضا في المانيا قام شابان شقيقان بخطف فتاة قاصرة وطالب ذويها بفدية قدرها 1,000,000 مارك، وذلك إثر مشاهدتهما حادث اختطاف في فيلم قد رآه أو قد رأياه في الليلة الماضية، وقد أخفي الفتاة حسب الفكرة التي اكتسبها من الفيلم. في فرنسا قامت إحدى الطالبات ويبلغ عمرها بحدود 15 عاما مع صديقها الذي يبلغ من العمر 22 عاما بقتل 5 أشخاص خلال 25 دقيقة، تشبها ببطل فيلم مشهور في العالم ويشاهد عندنا اسمه قاتل بطبيعته. أيضا في الهند احترقت فتاتان ولم يظهر البطل نتيجة للتقليد التلفزيوني الأعمى، أقدمت فتاتان في الهند على صب الكروسين على أجسادهما أملا في قدوم البطل الخارق لإنقاذهما من الحريق. فقد ذكرت وكالة الأنباء يونايتد نيوز أن شقيقتين بإحدى القرى الهندية حاولتا تقليد مسلسل الرجل الخارق الذي يعرضه التلفزيون الهندي ويقوم البطل خلاله بإنقاذ من هم في ورطة، فقامتا بصب مادة الكروسين فوق أجسادهما وأخذتا في الصراخ من الألم الفظيع دون أن يظهر البطل. في مصر هرقل التلفزيوني يشنق الطفل المصري، فقد دفع طفل في مدينة كوم أمبو في أسوان
حياته ثمنا لتقليد بطل المسلسل التلفزيوني الأجنبي هرقل الذي انتهى التلفزيون المصري بثه في أعوام ماضية. تبين أن الطفل 10 سنوات اتفق وصديقه على تعليق نفسه في سقف الحجرة من رقبته على أن يحضر زميله بسيفه فيقطع الحبل لإنقاذه، ووضع المجني عليه رقبته في المشنقة ولم يحضر هرقل لينقذه فمات الطفل خنقا وأمرت النيابة بدفن الجثة. وفي الكويت وفي الإمارات العربية وفي المملكة العربية السعودية وفي لبنان وفي غيرها من البلدان العربية والإسلامية أثار واضحة جدا لما يراه الأطفال والمراهقون على شاشات القنوات والتلفزة وكذلك على الألعاب الإلكترونية الفيديو جيمز وغيرها وكذلك في البرامج الحاسوبية. هذا مجرد أمثلة عن تأثير هذه البرامج التي تؤثر تأثيرا مباشرا، وسوف أفصل ذلك كله بإذن الله بعد قليل. وقد كشف الاستفتاءات الكثيرة أن 50% من الأطفال الذكور والإناث قد أجابوا بنعم على سؤال هل تقلد أحيانا ما تراه في الشاشة، فأجاب النصف بنعم. هذه مقدمة أيها الإخوة والأخوات لبعض الآثار التي تحكي صورا واقعية ليست من بنات أفكارنا وليست في الخيال. أيها الإخوة والأخوات، أطفالنا بين الإلكترونيات والفضائيات. أطفالنا وأبناؤنا من هم؟ إنهم عندنا وفي بيوتنا وأسرنا وطلابنا وأحبابنا، بل كل مسلم صغير في أي مكان في العالم ينبغي أن ندرسه، بل حتى أن نذكر هذه الدراسات لغير المسلمين أن أرادوا أن يستفيدوا منها. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة والأخوات يتأثر بمن حوله، وهذا أكدته الأبحاث وصدقه الواقع. وأشد المراحل العمرية تأثرا بما حولها هي مرحلة الطفولة، وقد تكلمت فيه في هذا الأمر قبل أكثر من محاضرتين. لماذا؟ نظرا للقابلية لدى الطفل ولسهولة التأثير فيه، ولذا من الطبيعي جدا أن يتمثل الطفل ما يراه جدا ويسمعه. ونظرا لكثرة المتغيرات فيما حولنا وتجددها، سواء في الاتصالات أو في الإعلام أو في الألعاب أو في الترفيه، أصبح المربون والوالدان في حيرة من أمرهم أمام هذه المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية. إذ دخلت البيوت واستهلكت الأموال واستهلكت الأوقات، ناهيك عن التأثير في العقول والنفوس. الآباء والأمهات وهم نحن ومن غاب عنا الآن، الآباء والأمهات يفرحون بما يشغل أولادهم الصغار عنه، ويكف صراخهم ويقلل كما نقول من وجع الرأس لهم، ولذلك وفروا لهم ما يشغلهم ويلهيهم. فهل وعى الوالدان ما يفعلان؟ هل وعى الوالدان ما يفعلان؟ لو سأل الواحد منا نفسه لما جلبت هذه الوسائل وغيرها للأولاد، لأجاب بإحدى 5 إجابات أو أزيد. أولا كجوائز لهم وثواب لعملهم، اللي هي الألعاب، الفيديو والبلاي ستيشن أو القناة الفلانية أو الكمبيوتر والحاسب. أولا كجوائز لهم وثواب لعملهم. ثانيا مماثلة لأقرانهم وتقليدا لهم، ليش فلان عنده ونحن ما عندنا، ليش كذا وكذا. ثالثا لقضاء وقت الفراغ، أنا أرى عندهم فراغ كثير، وذلك يقضون وقت الفراغ في الألعاب، البلاي ستيشن، في القنوات، في مثلا الحواسيب وغيرها من البرامج. رابعا لإجلاسهم في البيوت، أريد أن يجلسون في البيوت ما يخرجون، لأنهم إذا خرجوا أخاف عليهم. خامسا لتقليل إزعاجهم وصراخهم، فإنهم إذا لم يكن عندهم شيء أزعجونا وأقلقونا، ولم تستطع المرأة أن تتقن في مطبخها أو في قراءتها أو في استقبالها، وكذلك الأب لا يستريح في نومه أو في شربه أو كذا. هذه مزاعم يذكرها بعض الآباء، مزاعم يذكرها بعض الآباء، بعضها حق وبعضها باطل. ويلاحظ في الجملة أيها الإخوة والأخوات عدم وجود أهداف تعليمية أو تربوية واضحة في ذلك. وهنا أهمس في آذان المربين والوالدين، بل وأهمس في آذان المسؤولين الذين هم مسؤولون عن الأمة وعن الناس، أطرح عليهم هذه الأسئلة. ما نوعية هذه الوسيلة التي جلبتها لأولادك؟ ما نوعية هذه الوسيلة التي جلبتها لأولادك؟ ما المواد التي تعرض في هذه الوسيلة؟ كم الوقت الذي يجلسونه أمامها؟ هل تجلس معهم أثناء جلوسهم أمامها؟ أو الأم هل تجلسين معهم أثناء جلوسهم أمامها؟
هل تتناقشون فيما يشترون أو يشاهدون مناقشة إقناعية هادفة؟ أسئلة متعددة تبحث عن إجابات، والجواب ماسل أمامنا في واقع الأسر والبيوت، وإن كانت الإجابة في معظمها محزن وللأسف. ولعلني هنا أسلط بعض الضوء على بعض الوسائل كالألعاب الإلكترونية، ألعاب الفيديو، وكذلك إطلالة سريعة على القنوات والفضائيات. سأسلط الضوء بعض الشيء على الألعاب الإلكترونية التي تتميز بالسرعة والجاذبية لعقل الطفل وبصره. أصبحنا أيها الإخوة والأخوات نعيش في السنوات الأخيرة مرحلة كما يسميها الباحث منصور العسكر، مرحلة التسابق في صناعة المواد الترفيهية الخيالية المعتمدة على التقنيات العالية. والدليل على ذلك حققت واحدة من أشهر الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة هذه الأجهزة من أول ظهور لها عام 1994، حققت نسبة مبيعات هائلة ومتصاعدة وصلت إلى أكثر من 73 مليون وحدة، مما جعلهم أشهر صانع الألعاب في العالم. وذكرت جريدة الحياة في عدد 20/9/2003 أن ألعاب الفيديو هي المتهم الجديد في تأطير القتل والإجرام. وهذه رسالة للداخلية، رسالة للوزارة بأن يلتفتوا لهذا الإجرام الخطير والإرهاب الذي أطلق عليه الباحث الراجحي الإرهاب النائم. إن ألعاب الفيديو أو الفيديو جيمز أو البلاي ستيشن المتهم الجديد في تأطير القتل والإجرام، إذ أنتجت الشركات فيلما فيه مجازر وقتل بيع منه أكثر من 20 مليون نسخة للأطفال، طبعا لأطفالنا. تلتهم هذه الوسيلة، ما هي هذه الوسيلة أيها الإخوة؟ شو اسم الوسيلة؟ بلاي ستيشن، التي موجودة عند معظم الأسر. تلتهم هذه الوسيلة مئات الملايين من الريالات، وتربح الشركات أرباحا عالية جدا ببرامج ومواد يغلب عليها تربية اللاعبين والمشاهدين على الوحشية وعلى العنف والقتل، لأن معظم هذه الألعاب تعتمد اعتمادا مباشرا على فكرة الجريمة والقتل والدماء. ويكفيك منها أسماؤها، فمن أسماء هذه البرامج أو هذه الأشرطة ليلة العفاريت وروبي آكل اللحوم، ويكثر فيها أيضا إشاعة الصور العارية وتعويد اللاعبين عليها بدعوى أنها لعبة، مثل لعبة قتل العفاريت أو قتل العاريات التي تتضمن مشاهد خلاعية وألعاب المصارعة، فتحشر فيها المصارعات وهن كاسيات عاريات، وهذا مما ترسخه الألعاب الإلكترونية. لقد ذكر الدكتور فهد الراجحي نموذجا وهو يكتب بحثا جميلا، أتمنى أن يصل وزارة الداخلية وكذلك المعنيين، يتكلم هذا الباحث جزاه الله تعالى خيرا، فيقول يكفي أن أنموذجا من أشكال تصدير الإرهاب وألعاب الإرهاب للسعودية بسعر رخيص، ويضرب لذلك مثالا، فجهاز البلاي ستيشن يباع عندنا بسعر 25 ريال، يباع مع كل جهاز بلاي ستيشن بسعر 25 ريال بعض الأشرطة، بينما سعره في أوروبا وأمريكا 200 ريال، أي 35 دولار، وهنا 6 دولارات، وهو منتشر في بيوتنا كانتشار النار في الهشيم على أنه تسلية للأطفال، ولكنه في الوقت نفسه تدريب للأطفال على فنون الجريمة وإلفة الفساد وقيادة عصابة المافيا، والتدريب على أشكال الاغتيالات وأعمال القناصة بشكل مشين إلى آخره. ولذلك ذكر بعض الباحثين قصة رهيبة ومريعة. لقد أصبح المجتمع البريطاني في إحدى الأيام على حدث مروع في 29 يوليو 2004، قبل سنة، إثر قتل مراهق صغير صبيا بالفأس والسكين تقليدا لما يراه في البلاي ستيشن، وبدأها هذا الطفل أو هذا المراهق الصغير بدأها كلعبة، إذ استدرج الصبي لحديقة قريبة، فلما استدرجه ضربه بالفأس على رأسه، فلما رأى الدم يتفجر منه أكمل عليه بالسكين، معترفا بعد التحقيق معه والمساجلة والمناقشة أن ذلك تطبيقا لما رآه في البلاي ستيشن. هذه صورة نشرتها وسائل الإعلام، بل هناك عشرات الألعاب التي تنتجها التكنولوجيا المركبة بدون أي مراعاة للعقول والآداب والقيم، فمن لعبة الماترول
كومبات التي تصور أحد أبطالها وهي عندنا موجودة، يفصل هذا البطل رأس الضحية عن جسمه، والآخر يصعقه كهربائيا، وثالثا يمزقه إربا حتى إن قلبه الخارج من صدره ما زال ينبض يقطعه بكلتا يديه العاريتين. إلى لعبة النايت تراب التي تصور مصاصي الدماء متعطشين يتتبعون 5 نساء ينتهكونهن ويحفرون في رقابهن حفرا بأداة كهربائية ثم يعلقونهن كالذبائح من أسفل لأعلى. هذه الأشياء وغيرها يتسمر أمامه أطفالنا لعشرات الساعات. ولقد ذكر بعض الباحثين، وسأفصل فيه بعد قليل أكثر، ذكر بعض الباحثين أن الأطفال يجلسون أمام هذه الوسيلة وغيرها من القنوات والأفلام المتحركة 1000 ساعة سنويا، و10,000 ساعة خلال سنية الابتدائي والمتوسط، وأكثر من 15,000 ساعة إلى نهاية الثانوي، وهذا أكثر مما يجلسونه في حجر الدراسة. فطالب الثانوي يجلس سنوات الابتدائي والمتوسط والثانوي 1500 ساعة إلى 2000 ساعة أمام الألعاب وأمام القنوات، بينما لا يجلس في الابتدائي والمتوسط والثانوي إلا 1080 ساعة، يعني أكثر الجلوس أمام هذه الشاشات والحواسيب وكذلك الألعاب أكثر من جلوسه في حجر الدراسة ومحاضن التعليم. وهذا والله مؤشر خطير، لأن مرحلة الطفولة هذه المرحلة العمرية مرحلة الخصوبة والتلقي وحفر العادات والسلوكيات كما ذكرنا آنفا. وأبان بعض الباحثين كالراجحي وغيره أن التعرض للألعاب الإلكترونية لفترات طويلة واللعب المفرط عليها له تأثيرات سلبية رصدت في الدراسات، من أهمها 1 السلوك الإدماني الوسواسي، 2 نزع الإنسانية عن اللاعب، 3 نزع إحساسه وشعوره، 4 اغتيال براءة الطفل، 5 تغيرات سلبية في الشخصية. مثال: اضطراب التعلم، يحصل عند المدمن على الألعاب اضطراب في التعلم والفهم والتحليل والحفظ. 6 يحصل لدى اللاعب أو لدى المشاهد حالة من التوتر الاجتماعي ومعاداة الآخرين. هذا أيها الإخوة والأخوات غيظ من فيض عن وسيلة واحدة من وسائل الترفيه لدى الأطفال، وهو ما يطلق عليه بألعاب الفيديو أو فيديو جيمز أو البلاي ستيشن. فكيف إذا بسطنا الحديث عن تكملة المثلث الخطير للألعاب الإلكترونية وهي الحاسب وبرامجه والفضائيات والقنوات أو التلفاز التي يتعاطاها الأطفال وأثر هذه الوسائل عليهم، خاصة إذا علمنا أن نسبة من عندهم القنوات والفضائيات نسبة تعدت المتوسط، تعدت الوسط. أجري استفتاء على أكثر من 5,000 إنسان من امرأة ورجل وكذلك أطفال وكبار، سئلوا هل عندكم قنوات فضائية يعني عامة، أجاب 44% بأن عندهم، و36% ليس عندهم، و19 عندهم قناة المجد. إذن النتيجة 19 مع 44 يكون الناتج 63% عندهم قناة، عندهم قناة سواء طيبة أو خبيثة، المهم عندهم قناة أو عندهم فضائية، و36% أو 37% ليس عندهم. وأجري دراسة أخرى وجد في إحدى الدراسات العلمية أن نسبة 69% من الجمهور العربي يشاهدون القنوات والفضائيات، بل يشاهدونها لمدة 4 ساعات يوميا، وأن 31% يشاهدونها لمدة 3 ساعات يوميا، وأن 34.5% لمدة 2:15 لمدة ساعة واحدة يوميا. هذه عن نسبة وجود القنوات في البيوت والأسر. إذن لا يقل عن 1/3 الناس عندهم قنوات، ومعظم هذه القنوات قنوات ليست طيبة. كم المدة التي يستغرقها المشاهدون أمام هذه القنوات بشكل عام؟ وجد خاصة الأطفال أنهم يستغرقون أمام هذه القنوات لا يقل أسبوعيا عن 28 ساعة، يوميا يتفاوت ما بين 2 أو 3 ساعات إلى 4 أو 5 ساعات. وجد المتوسط 28 ساعة أسبوعيا الأطفال يجلسون يشاهدون
يشاهدون ما يعرض عليهم. 28 ساعة أسبوعيا نضربها في كم؟ في 4، يطلع الناتج كم؟ 112، يطلع الناتج 112 ساعة شهرية مع الحذف يومين من الأسبوع، مع أنها تكون نهاية الأسبوع فنزيدها إلى 120، لكن على الأقل 112 ساعة شهريا نضربها في 12 شهر. 112 ساعة في 12 شهر يخرج الناتج 1344 ساعة سنويا يجلس الأطفال أمام الشاشات. فماذا يعرض عليهم؟ ماذا يشاهدون؟ ماذا يشاهد الأطفال والمراهقون بل والكبار والصغار؟ هذا أمر عجب سأتكلم عنه بعد قليل. ذكر علماء النفس والاجتماع والطب بأنه ينبغي إذا اضطر الإنسان للمشاهدة لما يعرض ليس باختيارك ألا يتجاوز المشاهد عن 35 دقيقة يوميا. أكد ذلك بعض علماء النفس والاجتماع والطب بأن الإنسان لا يزيد اجتماعيا ونفسيا وطبيا عن 35 دقيقة يوميا، فإذا زاد بدأ بشكل فظيع التأثير على عقلية وصحة ودين الطفل. ماذا يشاهدون؟ الحقيقة هناك عدد كبير مزعج من النتائج التي يراها الأطفال. بشكل مختصر أجري دراسة سريعة على 500 فيلم طويل، 500 فيلم طويل من الساعة إلى ربع و 45 دقيقة فأكثر، وجد أن موضوع الجنس والحب والرعب والجريمة والقتل يأخذ 73% من هذه الأفلام. الجنس والحب والرعب والجريمة والقتل 73%. يقول الدكتور الراجحي: مرة من المرات جلست مع بعض الأطفال كنت أريد أن أسألهم، فسألتهم عن شريط رأوه قبل قليل، وهذا الشريط من ألعاب الفيديو جيمز، يعني ألعاب بلاي ستيشن، وكان مهتم ببحثه عن ذلك. فقال: إيش أحسن شيء رأيتموه؟ قالوا: أحسن شيء رأيناه أنه يعذب الشرطي، واحد من المجرمين مسك شرطي وجلس يعذبه، يعني فرح بذلك. هذا الشيء يقول الدكتور الراجحي هذا يعلم أطفالنا قتل الشرطة وقتل رجال الأمن والاستهزاء والاستهانة بهم، وموجود هذا الشريط في الأسواق، فكيف يباع وكيف ينشر؟ أليس هذا هو يؤسس الأطفال على القتل والجريمة والقنص والتهاون في هذه الأشياء؟ بلى. أيضا من الكلام الحقيقة المرعب، ذكر بعض الباحثين أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن بعض التلاميذ في البلاد العربية عندما يتخرج من الثانوية العامة يكون قد أمضى أمام التلفاز أكثر من 15,000 ساعة، فيما يقضي في فصول الدراسة 10,800 ساعة كما قلت لكم قبل قليل. وذكر أن هناك 98% من الأطفال يشاهدون الإعلانات بصورة منتظمة، يعني تحركهم وتوجههم الإعلانات. عدد القنوات في المستقبل القريب الآن بحدود 1,000 أو تقل، متوقع في وقت قريب لا يزيد عن 4 أو 3 سنوات أن تصل القنوات إلى أكثر من 5,550 قناة بزيادة ملحوظة بشكل مرعب. والنصارى كالفاتيكان وغيرهم انتبهوا لهذا الشيء وبنوا محطات ضخمة وأقمار لغزو البلاد الإسلامية والعربية، وعندهم مشروع يسمى مشروع نيومين، وكلفهم مليارات ومؤتمرات وأشياء خطيرة جدا، مما يجعلنا لابد أن نهتم بهذا الأمر وأن نرصده ونشخصه ونذكر كيف نتعامل معه. أيها الإخوة والأخوات، فيه دكتور اسمه رويل هوسمان وهو من جامعة أمريكية في كاليفورنيا، رصد على مدى 20 سنة، جلس 20 سنة. العشرين سنة يسمون هذه الدراسة طولية، دراسات نوعين: دراسة مستعرضة ودراسة طولية. الطولية يلاحظ الشاب مثلا من هذه السنة إلى بعد 20 سنة، الدراسة المستعرضة هي التي تأخذ الشاب الآن في جميع جوانبه كلها. مثلا فهذا درس 40 طفل، 40 طفلا درسهم خلال 20 سنة، هذا أمريكي. وجد خلالها أن الفئة التي شاهدت برامج التلفزيون وبرامج القنوات والفضائيات بكثافة وهي في سن الحداثة كانت أقرب إلى ممارسة أنواع مختلفة من العنف والجريمة والقتل،
والفشل في العلاقات الاجتماعية في كل الجنسين. وفي تقرير مفصل بعنوان مراقبة أمريكا وجد أن السهرة التلفزيونية الواحدة تحتوي حوالي 12 جريمة قتل و15 عملية سطو و20 عملية اغتصاب وتشليح، إضافة إلى عدد كبير من الجرائم المتنوعة. والواقع وهو محزن أن نسبة الجرائم حسب المعلومات الأمنية 5%، بينما تصل على الشاشة إلى قريب من 70%. فهكذا يفعل الإعلام، كما قال كاتب مصري: إن الإعلام ببرامجه والتعليم بمناهجه، طبعا إذا فسد، إن التعليم بمناهجه والإعلام ببرامجه يهدمان بيوم ما يبنيه المسجد في سنة كاملة. وهذا لابد أن نلتفت ونهتم به. أيها الإخوة والأخوات، هذا إطلالة بسيطة على قضية ما تنشره القنوات والفضائيات، لكن كيف تؤثر في الناس؟ كيف تغزو الناس بعقولهم أو بأفكارهم؟ أذكر لكم بعض ما قاله بعض الباحثين العقلاء من غير المسلمين. تشير أيها الإخوة بعض الأبحاث إلى إمكانية إجراء تعديلات سلوكية جذرية لدى أي شخصية، وهذا مهم، هذا بيطلق عليه بغسيل الدماغ، لدى أي شخص عن طريق تغيير إيقاعاته اليومية البيولوجية الجسمية. الجسم يتحرك عندنا أعصاب ودماء وخلايا، هي بإذن الله تحرك الإنسان وتضخ لمراكز الدماغ في التفكير والتحليل والفهم. هنا يقول: نستطيع أن أشكل الإنسان على المدى البعيد من خلال ما أعرضه له، وذلك بتغيير نومه أو بتغيير الضوء أو بتحريك السمع أو بالبكاء أو بالضحك أو بالمشاهد أو بالمواقف. وهذا أكده باحث اسمه هال بيكر، باحث بريطاني متخصص في تخصص خطير في غسيل الأدمغة عن طريق الشاشة، عن طريق التلفزيون. هذا تخصصه الدقيق، متخصص في غسيل الأدمغة عن طريق التلفاز. يقول هذا بيكر: أنني أستطيع أو نستطيع أن نغير من عقليات الأطفال والناس والمراهقين والنساء والرجال عن طريق ما يطلق عليه بالسوفت باور. السوفت باور معناته قوة الأفكار والصور والتأثيرات التلفزيونية والإلكترونية. ويقول بالحرف الواحد: قليلون يعلمون أن هذه الطريقة هي ذراع الحرب النفسية القادمة، ونشتغل فيها لنتحكم في العالم في أمريكا وبريطانيا. ومن أشهر المؤسسات التي تعمل على هذا الخط هي مؤسسة تافيستوك التي يعمل فيها بيكر، مش موجودة في بريطانيا الآن، وهي شركة قوية جدا وتصدر برامج ضخمة جدا وتشتغل في تغيير عقليات الناس وعواطفهم في البلاد العربية والإسلامية وفي البلاد أيضا الغربية. خطورة هذا الأمر، القنوات والإعلام والشاشات، خطورته للأسرة وللأب والطفل تصنع عقولهم. يقول باحث اسمه إيميري أمريكي، يقول كلاما مؤثرا: يضحك على ربعه الأمريكان، يقولون إن في حرية وفي ديمقراطية وأننا نصوت ننتخب الرئيس، لكن الصحيح الذي ينتخب الرئيس هو الإعلام ليس نحن. كيف؟ يقول إن الكابلات، الكيابل والقنوات هي التي تخبر الناس عمن سيفوز وعمن لا يستطيع الفوز، وتبرز برامج الحملات الانتخابية الأمريكي في الاختيار، في حين أن هذا المواطن أسير التلفزيون، لا حرية حقيقية له ولا اختيار حقيقي عنده. يقول: هكذا تحدث عملية غسل الدماغ يتعرض لها الأمريكي، ولذلك أصدر دعوتي. يقول إميري هذا: أصدر دعوتي وأطلب من كل من أدرك كلامي ومعناه، أطلب منهم الكف عن تشغيل جهاز التلفزيون في المراحل المهمة. يقول مثلا: قبلنا على الانتخابات، قبلها بشهرين ثلاثة سكروا، وأنت فكر وانظر من يصلح، أقبلت على أشياء مهمة، أما الذي يصنعك الإعلام فهذا هو الخطر وهو الواقع الذي يصنعه. وعلى هذا، من الذي يقود العالم؟ هل هي القوة العسكرية أو هي قوة أخرى؟ يقول باحث أو كاتب أو كاتبان في كتاب شهير جيدا يقرأ: الحرب الافتراضية، لمؤلفيه كوهين يهودي وروزفلت، يؤكدان على أن الحرب القادمة لن تكون عسكرية وإنما حرب إعلامية، وأن المنتصر في الحرب هو الذي يسيطر على الإعلام. ويقولان: إن الكرامة والحرية تنتزعان عن طريق عنف جديد غير مؤلم،
عن طريق عنف جديد غير مؤلم ولكنه شديد الأذى، إنه العنف الإعلامي. وكتطبيق لهذا الكلام ذكر في كتاب آخر في دراسة أمريكية نشرت أخيرا تتوقع أن تفكك الصين لعشر دول، طبعا عن طريق غزو الإعلام والأطفال والشباب. وهذا الذي أو الذي أصدرت الدراسة بأن الصين ستتفكك لعشر دول هي مؤسسة أمريكية اسمها بريسبيشن انترناشونال التي أسسها أندريه الكويتز، ضابط الاستخبارات البريطاني. توقع هذا الضابط في دراسته عام 1986 ميلادي سقوط الاتحاد السوفيتي، وقد صدقت توقعاته. ولكن كيف تحقق ذلك؟ انتبه جيدا وتأمل. يقول كويتز هذا أن فريقه ركز جهوده على دراسة وتحليل الطابع المالي التكنولوجي بدلا من متابعة الأحداث السياسية والعسكرية، وأن آخر قطع اللغز السوفيتي كان قرار البرلمان الذي سمح بتطوير نظام التلفزيون الفائق الدقة. يقول أن سقوط الاتحاد السوفيتي كانت بدايته بعد أن غزت الرأسمالية والثقافة الأمريكية المجتمع السوفيتي والمجتمعات الشرقية، فلما دخلت الثقافة والعقلية والتقاليد الغربية هنا بدأوا يتركون دينهم وتراثهم، ثم تحلل الاتحاد السوفيتي أو سقط وانقسم. يقول هذا ما سيقع في الصين، ينقسم إلى عشر دول، يتوقع ذلك. إذن يقول إن المواطن في الاتحاد السوفيتي بدأ يستلم المعلومات من خارج حدوده ومن خارج حكومته، ولذلك بدأ سقوط الاتحاد السوفيتي. طبعا هذه الأشياء أيها الإخوة أقول لكم ليست هي سقوط عقول أطفال، إنها سقوط دول، سقوط أمم، سقوط حضارات. فمن باب أولى هذا الطفل الصغير، الطفل الصغير الذي ليست كدولة يجلس أمامها وقتا يسيرا، بل إنه يجلس أمام هذه الأشياء التي تعرض أو يؤتى بها إليه، يجلس أمامها ساعات طويلة في اليوم أو الليلة، وفي الأسبوع عشرات الساعات، وفي الشهر مئات الساعات. هل تتوقعون أنها لا تؤثر فيه؟ الباحثون اتفقوا على أنها تؤثر فيه تأثيرا بالغا، وسأذكر لكم بعض هذه الآثار التي ربما ستندهشون لها. طبعا قبل ذلك قد يقول بعض الإخوة أنت كأنك حملت العصا وبدأت تنظر نظرة سوداوية لهذه الوسائل. أقول نعم، إن بعض هذه الوسائل لها بعض الإيجابيات كرفع قدرة الطفل على القراءة والكتابة والتعبير الشفوي والقدرة على الاستماع وتعلم الثقافة والاطلاع على العلوم، نعم فيها بعض الفائدة، ولكن في الوقت نفسه فإن سلبيات طرحها هكذا للأطفال وبدون توجيه معين أدى لبروز أثار مدمرة عليهم. ذكرت لكم بعض قصصها وبعض أثارها، لكن سأركز في بعض الأثار بشكل أخص، الأثار العقدية والنفسية والاجتماعية والصحية والتربوية. الأثار النفسية، هذه الأفلام التي يراها الأطفال في القنوات والألعاب التي يلعبونها تبذر الخوف والرعب والقلق في نفوس الأطفال لما يرونه من أفلام الرعب والشياطين والقتل والإجرام، وقد أكدت ذلك آلاف الأبحاث في أمريكا وفي أوروبا وفي الدول العربية والإسلامية. هذا الذي يرونه يسلب أمن الطفل النفسي، لأن الطفل إذا لم يكن آمنا مرتاحا مطمئنا مشبعا بالحنان فإنه لن ينمو نموا طبيعيا. وأفادت دراسة أجريت في جامعة أمريكية أن التقليل من ساعات مشاهدة التلفزيون وممارسة ألعاب الفيديو يساهم في تقليل العدوانية لدى أطفال المدارس الابتدائية. انظروا هذا نتيجة من أناس غربيين، يقول أن التقليل من الساعات التي يشاهدها الأطفال في التلفاز، كان يشاهد مثلا أربع ساعات ويلعب مثلها، يتقلل إلى الربع أو النصف. وجدنا في الرصد والبحث أنه الذين قللوا هم الذين قلت عندهم آثار العدوانية. أيضا الأثار الاجتماعية، إذ ينفصل الطفل، وهذا ملاحظ، انظر إلى الأطفال الذين يشاهدون القنوات الطيبة والخبيثة أو يلعب الألعاب سواء ألعاب بريئة أو ألعاب فيها إجرام وقتل، انظروا إليهم، ينفصل الطفل عمن حوله تماما ويصبح أسيرا لما يشاهده، بل حتى الكبار، ويقل التفاعل بينه وبين من حوله من الوالدين والإخوان، بل بعضهم كما هو مشاهد وشاهدته أنا، بعضهم تقدم له الوجبة
الغداء أو العشاء فيقوم للعب أو المشاهدة ويأخذ أكله بمفرده ويتصنم أمام الجهاز أو من يلاعبه في اللعبة، مع أن النمو الاجتماعي يحتاج كما هو معلوم الخلطة والتفاعل، ولذلك هذا الأمر خطير جدا. أيضا من الآثار أيها الإخوة الأثر الصحي، نتيجة لكثرة المشاهدة والانجذاب إلى الشاشة أو إلى الحاسب أو إلى الألعاب يقل الأداء الحركي المرن، ولذلك يصاب الطفل بالتهابات المفاصل أو زيادة المفرطة في الوزن، وتظهر السمنة بسبب كثرة الجلوس أو التأثر بالإعلانات التي تعلن على الأشياء الغذائية أو السكرية أو الحلوية أو المشروبات الغازية. أيضا يتأثر ويتدنى مستوى النظر لديه، أيضا يحصل عنده تغير في كيمياء الجسم كما قلت لكم، أي إنسان يشاهد مشاهد حتى لو مشاهد حادث سيارة تتغير عنده كيمياء الجسم وتزداد ضربة القلب ثم يزداد ضخ الدم ثم يمتقع الوجه حمرة وتدمع العينان أحيانا ويعرق الجسم، هذه كلها إفرازات، هذه الإفرازات إذا كانت دائمة ولمدة ساعات تحدث أثرا سلبيا على الجسم وعلى النشاط. أيضا يتأثر الطفل في المشاهد التي تعرض عليه في الظهر، وهذا ذكره بعض أطباء المتخصصين الأطباء المتخصصين في العظام، فذكر بعض المتخصصين في العظام والعيون والغذاء بخطورة التعامل الطويل مع هذه الشاشات، ويحذرون من التعامل غير الصحي وغير المنضبط مع الأجهزة الإلكترونية والحاسبات والشاشات كالمكث الطويل والنظر الدائم والإفراط في الأكل. وقد قلنا لكم أن علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الطب أكدوا بأنه إن كان ولا بد فلا يجلس الطفل بل ولا الإنسان أكثر من 30 أو 35 دقيقة، وهذه دعوة حتى الإخوة الذين أمام الإنترنت يجلسون أحيانا ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، خطير جدا، بل حتى يؤثر على انحناء الظهر ويؤثر على العين ويؤثر أيضا على مستوى الجسم، أيضا يؤثر على مؤخرته في خروج بعض الأمراض، ويؤثر أيضا على حركة العضدين والأطراف. لا بد أن الإنسان يتحرك، ولذلك جعل الله عز وجل لكم الصلوات 5 مرات وجعلها 4 و3 و5 ركعات 3 أو 4 ركعات، وجعلونكم السنن وتخرج للمسجد وترجع، لا بد من الحركة، أما الجلوس فإنه يجلب لك الأمراض، فما بالك إذا جلست وأحد يسقيك حسب ما يريد، فهذا أمر يحتاج إلى دراسة ونظر. أيضا أيها الإخوة من الآثار الخطيرة التي لا بد أن نلتفت إليها الأثر التربوي والعقلي أو العلمي، وهو خطير جدا، والمشكلة فيه وهو مشكلة أنبه نفسي وإخوتي وأخواتي أنه لا يظهر الآن ولا يظهر بعد يوم ويومين، يظهر على المدى البعيد، يظهر بعد 2 3 4 5 سنوات، يستدخل هذا الطفل وهذا الشاب والمراهق الصغير هذه الأشياء بس بطريقة لا يحس بها الإنسان، مثل الماء، مثل الماء الذي يصب شيئا فشيئا له قطرات على الرخام أو حتى على الإسمنت، هل ترى في أول وهلة أثره؟ لكن بعد ربما 6 أشهر أو سنة أو سنتين ترى أثر الصفرة ثم أثر الحفر ثم أثر الوصول إلى الأسفل، هذا هو الذي يصير للإنسان يتأثر به عقليا ومعرفيا وتربويا، خطير لأنه لا يحس به مباشرة وإنما على مر السنين. إن ذلك كله يؤثر على شخصية الطفل ويؤثر على سلوكه ويهيئه للانحراف أو الصلاح، لكن في الجملة للانحراف من جراء مشاهدة الأفلام والألعاب التي تصور الكذب والخداع والمراوغة على أنها خفة ومهارة، وعلى العلاقات مع الجنس الآخر ولو كانوا صغارا على أن هذا الجودة في الجذب وأيضا كسب القلوب، وكذلك نزع الحياة من الصغار في بعض الألعاب أو في بعض الأفلام. إن هذه الآثار وغيرها جعلت بعض الشباب يتأثر، الشباب والشابات، وينادي ويصيح يبحث عن مخرج، يبحث عن إيش؟ عن شيء، وإنما يزداد من قناة إلى قناة، حتى بعض الشباب في الاستراحات وإن كانوا صغارا أعمارهم 13 12 أو 14 15 ويبحث، وانطلقوا الآن إلى الجوالات وهذا سنناقشه مستقبلا، أو كذلك لما ينادي بعض الأطفال يشكو بعد أبيه أو أمه ولا يناظرون أو ينظرون إليه، فأصبح الطفل دائما أمام الشاشة أو أمام الحاسب. مثلا أحد الشباب لما لامه أحد الأساتذة كتب له قصيدة عامية، يستاذ أما بالعلم ما عادلي شف، من يوم شفت الدش ضاعت علومي، أسهر عليها الليل كله ولا كف، دائما قضي في حالاته لزومي، ما غير أقلب بالقنوات ولف
ويليا لقيت الفيلم غاية نعومي، فيلم مدبلج بالإثارة مزخرف، وجلسة طرب واشكال تجلي همومي، مالي ومال العلم أف على أف، لحال طار العلم تبدي تزومي، يستاد بالحصة عن مطالب يخف، النص من كثره بشقق هدومي. لماذا؟ لأنه انجذب، وهذا يقول انتبه لدروسك، تأخرت اليوم، رسبت، كيف أنت كذا. والآخر يقول في قصيدة عربية نشرت أو خرجت في شريط ماض، الابن يشكو أباه يقول: والدش خير صديق قد نال عندي حظوة، ويتكلم عن الأستاذ وعن الكتاب، بيني وبينه جفوة، فلا تلوموا صغيرا قد أهملوه بعنوة، بل اسألوا من رموه في ترهات وصبوة. وينادي، وأين أين الأبوة، ينادي بشكل مبكي وراعف بالحزن عن من يوجهه لما فيه خير وصلاح في الدنيا والآخرة. طبعا بعض الدول الغربية والجمعيات والأفراد تنادوا، حتى ليس عندنا، بعض الدول الغربية الكافرة وبعض الجمعيات وبعض الأفراد تنادوا لمواجهة ذلك بالتوعية تارة وبالقانون تارات أخرى. لماذا؟ حفاظا على فلاذات الأكباد. من أوائل الدول في مواجهة هذا الزحف خاصة للألعاب الإلكترونية استراليا، وفي الطريق يقولون دول أخرى. أما الجمعيات فللأسف هناك صمت مطبق من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الجمعيات في العالم، هناك صمت مطبق من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية باستثناء جمعيات حقوق الإنسان والطفل التي بدأت تدرك أهمية مواجهة الألعاب الإلكترونية والأفلام والقنوات التي تهدم عقليات الأطفال وشخصياتهم. في الوقت الذي نرى بعض المشرعين في هذه الدول والبلدان المصدرة لذلك يساندون الشركات المنتجة بحجة أن هذا نوع من أنواع الترفيه، وكتطبيق لذلك تحرك بعض البرلمانيين في أمريكا وغيرها لوضع حد لهذه الألعاب الإجرامية ورفعوها قانونا، فساندتهم المحكمة، مع أنه الآن يباع هذا الشريط عندنا. فصدرت بعض الألعاب مثل النايت تراب، ومعظم الألعاب نظمت حسب الأعمار، ما دون 15 وما فوق 15 صدر فيها قانون، وأي إنسان يخالف يصادر ويحاكم. هذا طبعا للاستهلاك، لا ندري هل طبقوه 100%، كما ذكر أحد الباحثين يقيسها على مهزلة وضع العبارة المخدرة على السجائر، يقولون بأنه يضر بالصحة، تحذير حكومي، يضر بالصحة ولكنه يباع رسمي، ولا يستصدر قرارات حازمة مدام أنه ثبت علاقته بالسرطان والأمراض التنفسية. إن صحة المواطن حتى لو كان صغيرا، حتى لو كان طفلا، لا يهتم به مدام أنه سيجنى من ورائه أرباح طائلة والدولة تلتهم ضرائب عليه. الدول الآن الغربية ما ينزل من بضائع تأخذ ضرائب، والمنتج يأخذ فلوس، ومن الذي يتضرر؟ هم الأطفال، هم الأسر، وهذا ثبت ضرره عليهم. هذا الكلام أيها الإخوة، كلامنا ورفعنا للخط الأحمر في قضية القنوات وقضية الألعاب الإلكترونية وقضية أيضا الحواسيب والحاسوب والبرامج، لا يعني كلامنا هذا المنع مطلقا وحظر جميع هذه الوسائل على الأبناء، لأن هذا ليس عمليا، لأن هذا ليس عمليا، ولكن لابد من التعامل بحذر وفق الضوابط العملية التالية. سأذكر لكم 6 أو 7 ضوابط تتعاملون فيها مع أولادكم وأبنائكم وإخوانكم. أولا، استشعار المسؤولية من قبل الوالدين والمسؤولين، نستشعر المسؤولية تجاه أبنائنا وبناتنا. وهناك حقائق كثيرة جدا تدل على إهمال الوالدين للأسر، وأنهم يأتون لهم بما يريدون، المهم يسكتون أو أنهم ينشغلون عنه. وذكر الدكتور أحمد عكاشة رئيس جمعية الصحة النفسية العالمية، يقول: لم يعد هناك أب أو أم يربيان الأبناء ويتحدثان إليهم ويتواصلان معهم، يوجد الآن فقط تلفزيون. لا وجود للعائلة في عام 2003، لقد حلت التلفزة محل الأبوة والأمومة، هذا كلامه. ويحذر من انغماس الأطفال حتى آذانهم في مشاهدة التلفزيون والفيديو وألعاب الكمبيوتر، فيما يتقلص الوقت الذي يمضونه في التواصل مع الأهل. وأضاف، يقول أحمد عكاشة: أتحدى أن يمضي أي منا أكثر من نصف ساعة مع ابنه أو ابنته في الحديث بعيدا عن وسائل الاتصال والترفيه الحديثة وأهمية التلفزيون. يقول: أتحدى أنك تجلس 30 دقيقة جلسة أريحية فيها تفاهم والسلافة ومناقشة يوميا. يقول طبعا قد تنجح أنت في التحدي، لكن في الأغلب أن معظم الآباء والأمهات والمربين ما يجلس جلسة فيها التفاهم. وقد ذكرته في محاضرة ماضية أن أحد الباحثين في الرياض بحث في ثانوية مع الشباب أعمارهم 15-17، يقول: أعطوني المشكلات، أهم المشكلات عندكم، ما هي أهم المشكلة؟ فذكروا أن أهم مشكلة هو رقم 2
أننا لا نجد أحد يتفاهم معنا أو يفهمنا ويستوعبنا ويلبي احتياجاتنا. طبعا عكاشة هنا أحمد عكاشة يتحدث في إطار التحذير من زيادة الاضطرابات، إنه يقول فيها الآن زيادة اضطرابات عاطفية وسلوكية للأطفال المراهقين مثل التأتأة أو التبول اللا إرادي وكثرة الخواف والرهاب وقلق التحدث والخوف من القتل والخوف من الإجرام، يقوم في الليل أحيانا والكوابيس ومشاكل كثيرة. السبب رؤية هذه الأشياء في الألعاب الإلكترونية أو الفيديو أو القنوات. المهم هذا رقم واحد. ثانيا التوجيه العام للأطفال من قبل الآباء والأمهات ووسائل الإعلام والتعليم، يعني جيد أن نرفع مستوى الوعي عند أبنائنا وبناتنا. ليس الصحيح أنه دائما يقول له هذا حرام حرام فقط، ولكن حرام لماذا؟ أو هذا الشيء يضر بعقلك لماذا؟ ودائما تذكر له الدليل والتعليل وتناقشه، يصير في نوع من التوجيه العام، نوع من المناقشة والحوار. ثانيا البحث عن الشيء والاطلاع عليه قبل عرضه عليهم، لنفرض تدخل قناة تجلس تنظر إليها شهر شهرين ثم تجربها، أو أنك تريد أن تأتي بشريط تراه قبل ذلك، أو تأتي ببرنامج أو سيدي تراه قبل ذلك، تحاول أنك ما تأتي بشيء للبيت إلا وقد اطلعت عليه في الجملة. رابعا إيجاد البديل المناسب من ألعاب ترفيهية وأفلام كرتونية، وهذا متوفر بقنوات وبرامج حاسوبية، فيه برامج مفيدة جيدة، وفي أيضا قنوات خيرة طيبة ماشية بضوابط ممتازة، فأنت تدرسها ثم تأتي بها للأبناء لأنهم لا بد لهم من بديل. خامسا تعويد، انتبهوا لهذا الشيء، هذا ضروري وخطير ومهم جدا، اتفقت به مع الغربيين وستتفقون به معنا، يعني قاله الغربيون وهم كفار وتستغربون هذا الشيء. تعويد الأبناء والبنات بل والرجال الكبار والنساء على تقنين الجلوس أمام تلك الوسائل حتى لو كانت مفيدة. فالجلسات التي، انتبهوا، فالجلسات التي لا يكون فيها الطفل متفاعلا وإنما مستقبلا تميت فيها الاجتماعية والإبداع والتفاعل. انتبهتوا لهذا الكلام؟ إذن هذا الكلام كلام خطير، وهذا ليس من كلامي بل كلام خبراء في التربية. يقول الخبير الألماني يورغيتس أستاذ التربية في جامعة بيلفيلد، يقول هذا الرجل الألماني إن التلفزيون والقنوات تقدم في الغالب نماذج سلوكية سيئة لهم عندما يكونون في سن يتعلمون فيه السلوكيات من خلال المحاكاة، يعني من خلال النموذج من خلال القدوة. يواصل كلامه، في سن يتعلمون فيه السلوكيات من خلال المحاكاة حيث يتوفر فيها الصورة والحركة الأكشن. يقول إن الطفل حتى الكبير ينجذب للمشاهدة في الشاشة، لماذا؟ لأن في صورة وفي حركة، اللي هو الأكشن بالإنجليزي معناته في حركة وفي صورة. يعني إنسان أنتم ترونني لو أجلس وتكلم تملون مني، لكن لو في حركة ورفع اليد وأرفع صوتي وأذكر كذا هنا تندمجون مع المشاهدة أو مع المحاضر أو مع الملقي. يقول هذا الذي سبب انجذاب الناس لهذه الشاشات. وينصح الخبير الألماني بأنه إذا لم يكن، انتبهوا هذا الكلام يا أخوان، بأنه إذا لم يكن هناك مفر من مشاهدة الأطفال للتلفزيون وللقنوات، إذن لابد أن يحدد الآباء والأمهات وقتا زمنيا محددا بوقت معين ويكون قصيرا لذلك، ويضعون قواعد للبرامج المسموح للأطفال بمشاهدتها. انتبهتم لهذا الكلام؟ هذا ليس كلامي، كلام خبير أستاذ بروفيسور ألماني يقول هذا الكلام. بل كما قلت لكم قبل قليل علماء النفس والاجتماع والطب يؤكدون بشكل جازم بأن المشاهدة يومية لا تزيد عن 35 دقيقة أو 30 دقيقة. انتبهتم لهذا الكلام؟ إذن من المهم جدا أيها الإخوة، حتى من عنده قناة المجد، حتى من عنده قناة الخيرة، بأنه لا يسمح بالفتح الباب على الغارب ويجلسون ساعتين وثلاث ساعات وربع ساعة. أين أنت؟ والله رايح الاستراحة، رايح المزرعة، طالع عند ربعي، الزوجة جالسة عند جارتها، زيرة جارتها، والأولاد جالسين. هذا برنامج ينتهي برنامج، تأتي أخبار وتأتي، طيب يستقبلون يستقبلون، وين التفاعل؟ وأين الجلسات الأسرية؟ هل هذا التفاعل تفاعل طبيعي؟ لا. ولذلك نقول هنا أي قناة حتى لو كانت خيرة، الجلوس والتصنم أمامها لساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات خطير جدا على عقلية وعلى نفسية وعلى التواصل والتفاعل لدى الأطفال في صناعتهم للمستقبل. ولذلك تقنن الجلسات لهم باليوم نصف ساعة، 35 دقيقة، 40 دقيقة، في نهاية الأسبوع يزاد قليلا، وقبل ذلك وأثناء ذلك. ما المقصود؟ المقصود أنك ما تهرب
وهذا هو الخطير. ما تضعهم الأم، تضعهم تذهب للجيران، تذهب للخالة والعمة، والأب يضعهم أمام هذه الأشياء وينصرف للمكتب أو استراحة أو عقار يزيد الفلوس ويقتل النفوس. خطير، يجلس عندهم، يجلس ساعة أو ساعتين. ها، ماذا يضير أبانا لو غادر البيت ضحوة؟ يقوم في الصباح كأنه ثائر لغزوة، ولماذا لا يجلس؟ لصارت عنده نزوة وشهوة سافر إليها آلاف الأميال، وصناعة العقول والشخصيات يتركها. هذا خطير جدا. سادسا، إشاعة روح الإقناع والمناقشة حول ما يعرض، والحوار حول السلبيات والإيجابيات. من الخطأ ترى شيء وتأتي تكسر وتضرب وتظهر العنترية، ما في قناعات لديهم، لا، لابد أن يكون هناك نوع، هذا الشيء كذا وكذا، هذا جميل وجيد لأنه كذا وكذا وكذا، وتجلس يا سريحية تشرب الشاي وتناقش مع الطفل، تناقش مع الطفلة، مع البنت المراهقة، مع الابن المراهق، لأن ما صنعته باقتناع يؤدي إلى الانصياع، بينما إذا لم يصل إلى اقتناع فإنه غالبا لا يؤدي إلى الانصياع، لأنك إذا غبت لعب إيش الصغير، كما يقال إذا غاب إيش القط لعب الفار، وهذا معروف. أما إذا ربطت هذا الابن وهذا البنت، ربطته بالقناعات، بالرقابة الذاتية كما سيأتي، بالضبط الداخلي بأن هذا كذا وكذا وكذا، والدليل هذه دراسة، دراستين، تعالوا يا أبني عندي هذا الشريط اسمعوه، عندي هذه المحاضرة، عندي هذا الشيء، انظروا ماذا فعل فلان لما أدخلوا مثلا القنوات مثلا 40 و60 وصار كذا. طيب لنفرض دخلنا هذه القنوات، هل ستشاهدون؟ قالوا لا، لأن هذا فيه مثلا خمرة وفيه صور عارية وفيه رقص ودن وكذا وكذا، فلذلك نحن لا نرى هذا الشيء. يحصل نوع من الانطلاق الذاتي لديهم عن طريق الإقناع والمناقشة. سابعا، إيجاد وسائل ترفيهية وتسالي أخرى مساندة، وأن ننقل أبناءنا وبناتنا من جو الشاشات إلى جو البشاشات. جو الشاشات ننقلهم إلى جو البشاشات عن طريق لقي الوجوه، أن ننقلهم إلى إيش؟ إلى الزيارات، الرحلات، نزور الأقارب، نزور بعضنا، نزور جيراننا، نضع برامج لهم، ما نتركهم بدون برامج اجتماعية ولا برامج أسرية ولا برامج قرائية ولا برامج إثرائية. نقول والله ما عندنا، كلوا واشربوا وادرسوا واتوا بالتقدير الامتياز، وعندكم هالقناة وعندكم هالكمبيوتر، السلام عليكم. لا، هذا ليس تربية، هذا تسكيت، وهو تمويت، إماتة لهؤلاء الأطفال وهؤلاء البنين والبنات. وهناك أيها الإخوة مسؤولية عظمى وكبرى على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بتخصيص برامج إعلامية وتربوية وترفيهية مناسبة للأطفال في الإعلام، سواء في القنوات الحكومية أو القنوات الإعلامية، القنوات الإسلامية، لا بد أن تناقش هذه القضايا وتناقش هذه الألعاب، تناقش هذه القنوات وكيف نتعامل معها. كذلك في التعليم، وضع البرامج، مناقشة الأطفال، تأسيس الأطفال، ماذا يشاهدون وكيف يشاهدون وإيش الممتاز وإيش الردي وهكذا. وأيضا توفير البرامج الجيدة بالأسواق ودعمها، إذا في برامج جيدة ندعمها، إذا قنوات جيدة ندعمها، نوفر البديل وندعم الشيء الطيب. كذلك هناك كفل على المتخصصين والمثقفين والدعاة والعلماء والولاة والمسؤولين والأمراء بمناقشة هذا الموضوع وطرحه وإثارته وإيجاد حلول مناسبة حفاظا على الناشئة ورجال المستقبل. وليس هناك مانع أيها الإخوة والأخوات أن نستعمل أسلوب المقاطعة، خاصة في القنوات السيئة ومع الألعاب السيئة. فنعم، المقاطعة التي حصلت مثلا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أعطت رسالة لمن أراد الضرر بنا بأننا لا نسمح بذلك. فكما أنهم نالوا من نبينا صلى الله عليه وسلم، فالآن هم ينالون من عقولنا ومن أبنائنا، فلماذا نحن ما نقاطع بعض القنوات وبعض الألعاب السيئة كما يقاطعها الآن في الدول الغربية كاليابان وأمريكا والدول الأوروبية وكأستراليا وغيرها؟ لماذا ما نقاطعها ونؤكد على التجار بأنهم لا يشترون هذا الشيء؟ أجري استفتاء، ما هو الحل الأمثل للحد من تمادي الفضائيات في نشر الرذيلة؟ أولا، مقاطعة القناة 25%، مناصحة ملاكها 10%، توعية المجتمع بأضراره 47%. إذن التوعية مطلوبة، التوجيه مطلوب، المحاضرات مطلوبة، الندوات، البرامج مطلوبة، يأتي بعدها المقاطعة. كيف نقاطع؟ نقاطع ما نشتريها ولا نشاهدها، وأيضا نقاطع ما نعلن فيها، لأن الإعلان رقم واحد في دعم القنوات والجرائد والمجلات، يدخل لا يقل عن 20-30% من دخل هذه الوسائل الإعلامية، فلا ينشر فيها إعلانات ولا تساند في ذلك. وهنا أيها الإخوة خلاصة ذلك، نحن مجرد في هذه الجلسة نحرك
الآباء والأمهات والمربين والمربيات والمرشدين والمرشدات إلى أن نتعامل تعامل فيه نوع من الوعي والفهم والواقعية. لا نقصد أننا لا نوفر لأبنائنا بعض الوسائل المفيدة، بل نوفر لهم ما يتناسب مع أعمارهم ببرامج جيدة وخالية في الجملة من الأشياء الخطيرة. ثانيا أن نضع لهم مع برامج هذه البرامج اللي هي الحاسوب والحاسب والقناة الجيدة والألعاب المفيدة، لا نترك هذه الأشياء هي التي تصنعهم كل الوقت، بل هي في وقت من الأوقات نصف ساعة ساعة، وباقي الأوقات فيه أنشطة أخرى سواء تعلم، زيارات، اجتماعيات شباب، علاقات أسرية، علاقات اجتماعية، برامج تجارية، أي شيء مفيد لهم. وهذا سيأتينا إن شاء الله في طرح بعض الأفكار المفيدة للأطفال والشباب والشابات. هذا ما أردت قوله على عجالة، وإن شاء الله تعالى سنطرح معكم موضوع: هل أعطي ابني سيارة وجوالا؟ هل أعطي الابن في المتوسط أو في الثانوي؟ وكيف أعطيه وكيف أتعامل معه؟ سأبحث هذه المسألة وسأطرحها طرحا لعله يكون جيدا، وأنا قليل بدونكم أحتاج إلى نظراتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم، ولا بأس بزيارة الموقع وذكر بعض الدراسات بعض الفوائد على موقع حلول نت HOLOL حلول نت، تزورونه وتدخلون فيه وتضعون ما ترون من أبحاث أو قصص أو وقائع.